كان شيخا للجامع الازهر ثم مفتيا للديار المصريه احبه المصريون حبا شديدا لانه كان يدافع عنهم امام بطش الامراء المماليك والعثمانيين فلقبه المصريون بابو البركات. انه الشيخ احمد الدردير في مصر ارض المجددين. كان من نسل عمر بن الخطاب ويقوم محور مشروعه التجديدي على القيام بالسلطات الثلاث التشريعيه فكان فقيها مالكا لا يشق له غبار شرح مختصر خديل والتنفيذيه حيث كان ياتي للناس بحقوقهم من ظلم المماليك والقضائيه حيث كان يحكم بين الناس رحم الله الشيخ أحمد الدردير مرحبا بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم مولانا أهلا ومرحبا أهلا بفضيلتكم فضيلة مولانا هنتحدث اليوم عن شيخ أهل الإسلام الشيخ أحمد الدردير ماذا تقول عن فضيلتك كأحد أعلام المجددين في الفكر الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ أحمد الدردير كان نقطة فارقة بين عصرين لدرجة أنه حتى عندما مات مات سنة 1201 من الهجرة يعني في السنة الأولى من القرن الجديد. القرن الجديد 1201 يعني القرن الثالث عشر آه هذه السنة كانت آه توازي 1778 يعني قبل دخول الفرنسويين ب 12 سنة وقبل آه وفاة المرتضى الزبيدي آه صاحب الشرح على القاموس باربع سنوات فتره مليئه بالتطور الاجتماعي المماليك استطاعوا ان يبسطوا سطوتهم على مصر مصر تحت الاحتلال العثماني ان صح التعبير لانه لم يكن حينئذ يسمى احتلالا بل كان برضا اهل البلد وكذا الى اخره لكن على كل حال والي مصر يعين من اسطنبول وليس يعين من القاهره وحاكم مصر ياتينا من الخارج ولكن مراد وابراهيم هما اللي كانوا مسكين الحكم الفعلي ودول من ابناء المماليك من الفتره السابقه الشيخ الدردير ان صح التعبير ايضا وبلغه العصر لانه حينئذ في اواخر القرن الثامن عشر لم يكن فيه هذا التقسيم الواضح الذي اتى بعد ذلك من السلطه التشريعيه السلطه القضائيه السلطه التنفيذيه وبناء الدوله الحديثه على انفصال السلطة <applause> كان الشيخ الدردير آخر من جمع بين السلطات <applause> فهو كان أولا فقيها مالكيا لا يشق له قبر له شرح على مختصر خليل ومختصر خليل هذا كان هو العمدة في الحكم بين المالكية يعني كأنه قانون فكأنه شرح القانون الذي سيحكم بين الناس اذا فهذه سلطه الشرعية. وايضا كان قاضيا يقضي بين الناس لدرجه والناس يمكن تتعجب من هذا لكن هذا هو طبيعه العصر انه كان ينفذ الاحكام فلو كان في شخص يستحق الاعدام فكان في مشنقه في دار الدردير يعد يعني يقوم بالاعدام فيها هو اللي كان بينفذ الحكم هو اللي كان بينفذ الحكم في بيته في بيته في بيته آه. والناس رضي بهذا لانهم قد وثقوا في ذمته وفي علمه وفي ديانته وانه لا يظلم عنده احد وانه يطبق القانون السائد الشائع وهو شر الله حينئذ طبعا هذا قد يناسب قله السكان لكنه لا يناسب لا الدوله الحديثه من ناحيه ولا يناسب كثره السكان من ناحيه ثانيه فالناس يعني يجب ان تفهم الامور من خلال الظروف الاجتماعيه والبيئيه والدينيه في ذلك العصر نقرا العصر من خلال مقتضياته وعناصره السلطة الثالثة التنفيذية يبقى هو سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية هو وحده كده هو ولذلك كان مسموع الكلمة وكان الناس تلجأ إليه عند الشعور بالظلم والمظلم مرة مرات أحداث كثيرة جدا يحدث فيها انه الشيخ الدردير ياتيه مره جات له قضيه، جماعه من المغاربه لهم قطعه من الارض فرفعوا قضيه ضد ابراهيم بيك ابراهيم بيك ده الحاكم فقضى باحقيه المغاربه لهذه الارض بناء على المستندات والشهود وكذا إلى آخره لا دي فعلا الأرض دي بتاعتكم فرحوا المغاربة لإبراهيم بيك قال لهم والله إحنا ما عندناش الكلام ده دي بتاعتي يعني بتاعتي وخلاص يعني ما يجراش حاجة فذهبوا إليه يبقى هو ذهبوا إليه كقاضي لما بنذهب في تنفيذ الأحكام ما بنذهبش للقاضي بقى مزبوك. بنذهب للشرطه <applause> علشان الشرطه هي اللي تنفذ لكن هم هو كان يعني مع بعضه كده دول مش راضيين يعملوا حكمك. فقال لا ما فيش حاجه اسمها يعملوا حكمك ده لابد من تنفيذ هذا الحكم فابراهيم بيك قال ما اناش منفذه شوف هتعمل ايه؟ قال له خلاص رفع الأعلام الحمراء على المنارة بتاعة الأزهر دي وب... إيه؟ نعم بتعني إيه الأعلام الحمراء لما تبقى على منارة الأزهر؟ إنه بيستدعي كل ما حول من حول القاهرة للإتيان يا خبر أبيض يعني خطر يعني في يعني هيعمل بقى إيه, إيه؟ دوشة وهيعمل له وهيطلعوا كلهم على المماليك وهيشيلوه هيعزلوه وابتدى يحضر عزل ابراهيم بيك انه يعزل من الحكم مين اللي هيعزله من الحكم؟ اللي هيعزله من الحكم عندنا هنا البرلمان يعني او او يعني حاجه زي كده او الدستوريه العليا فهو لا هو عزله من الحكم وهيئ للعزل من الحكم مراد اللي هو الطرف الثاني لابراهيم قال لا دي, دي مصيبه سودة ده ابراهيم ده احمق مراد بيقول كده ده ابراهيم ده احمق ويود الدنيا في داهيه فذهب الى الشيخ الدردير يسترضيه ورد الارض, الأرض للمغاربه آه ماشي خلاص عرفنا سكتها ان احنا نروح مم. للشيخ الدردير لانه فعلا نتج عنها هذا حصل حادثه تانية مع امير اسمه الامير يوسف برضه عايز ياخد حاجه فخدها ولا راح البيوت وخد منها الحاجات اللي تعجبه للبيت بتاعه فجوله يشكيه فعمل نفس الحكايه وقال تردوا الاشياء خلاص حكمنا برد الاشياء آه الى اصحابها وترجع تاني فالأمير يوسف قال م. لا من الشداد والمماليك قالوا الله وفي كل مرة مرة إبراهيم باشا اللي هو الحاكم أو إبراهيم بيك, بيك. ومرة حضرتك تيجي لي كده ما هو ما ينفعش الكلام ده فوقف الأمراء آه الأمراء دول عندهم قوة وعندهم تدريبات عسكرية وسلاح وكذا فوقف الأمراء في صف آه يوسف فراح رافع الاعلام برضه الاعلام الحمراء, الحمراء. فوق آه فوق الم... يعني الاعلام الحمراء دي م. يشوفها اللي ساكن في بولاق التكرور لانه الدنيا كانت فضا فيبصوا كده يلاقوا في العلم الاحمر طلع على مئذنة الازهر كل الدنيا كله يجمع عند الازهر اه يعني. لانه كمان يعني الشيخ عايزهم فلازم يجتمعوا عنده فبرضه مراد باشا راح فكان هو قاعد في صحن الازهر وقاعد يقرا قران ومدد رجله وقاعد يقرا قران كده فلما جه مراد ما لا امله ولا عمله لم فمراد يعني برضه خد في نفسه يعني انا جاي لك طب قوم لي طيب, طيب فراح واحد من اتباعه قال له خد السره دي اديها للشيخ فيها فلوس علشان يعني ايه يبقى احترمنا شويه ولا حاجه فراح واعطاها له قال له روح قل لسيدك من مد رجليه لا يمد يديه الله سلام من مد رجليه لا يمد يديه وكان بعد ما ألف شرح المختصر عمل الشرح الصغير وعمل مجموعة من الكتب وكان يهتم ده بقى المشروع العلمي بتاعه الاهتمام البليغ بتعليم العوام الاهتمام بتعليم العوام بتعليم ده من مفتاح مشروعه التجديدي ده التعليم. مفتاح مشروعه إشاعة العلم إشاعة آه عامل زي طحسين كده لما كان يقول المجنيف. العلم كالماء والهواء فده يعني هو دايدا الشيخ الدردير وبدا من هنا يضع قصيده الخريده التي تشرح قضيتين مم. العقيده نعم. والاخلاق طيب أستاذة فضلتك بعد الفاصل نشوف بقى هذه القصيدة وما فيها ونشوف أعماله وكمان فكرة تأثيره في المجتمع اللي كان عايش فيه وقتها أرجو من فضلك بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله أرجوكم ابقوا معنا حي الضرب الاحمر هذا الحي العريق الذي يرمي بظلاله وتاريخه على عمق واصاله التاريخ الاسلامي في قاهره المعز وفي تلك البقعه المباركه يقع مسجد علم من اعلام الدين الاسلامي مسجد سيدي احمد الدردير وبعد ان تتجاوز اعتاب المسجد الشريف وقبل ان تصل لمقامه بزاويه صغيره بالقرب من مسجده تجد كلمات رثاء محبيه بوصف بليغ وبديع فهو أبو البركات كما لقبه محبوه وتلاميذه وكل من جاوره برحلاته العلمية فتجد ساحة صغيرة وغرفة تضم نسل شيخنا الجليل التي حفظت سيرته العطرة على مدار الزمن بفضيلة الدكتور علي جمعة أهلا بفضيلتك أهلا وسهلا سهلاً وسهلا سهلاً. طيب الشيخ الدردير من بين ألقابه هو أبو البركات فأساساً فضلتك لو تكلمنا أكثر عن الشق الروحاني في حياته وفي أعمال الشيخ الدردير الشيخ الدردير آمن بالتصوف وأخذ الطريقة على طريقة الخلوتيه والطريقه الخلوتيه في سندها الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي اللي كان في القرن السادس الهجري وترقى ترقيا كثيرا فكان كثير الذكر كان كثير قراءه القران كان قلبه كان رقيقا وكان ذلك كله على الخلوتي وفي كان تلامذه الشيخ السباعي والشيخ الصاوي وشرحوا كلهم الخريدة البهية دي اللي هو تركها من أجل أن يعلم الناس العقيدة من ناحية والتصوف والأخلاق من ناحية تانية ولما وجد الشيخ الدردير أن الخريدة تصلح لأن تكون كتابا مدرسيا يتعلم منه الطلبة ألف العقيدة في صفحة واحدة برضه دي حته تانيه انه الف العقيده في صفحه واحده من اجل العوام برضه في ذهنه هو تعليم الناس لانه التعليم ده بيفرق الاطفال تقريبا كانوا بيتغنوا بالقصيده بتاعته وبقى... ده الخريده آه. الخريده خلاها يعني على ابتدائي آه. دراسه في ابتدائي ولكن الصفحه دي بقى للي كمان ما دخلش مدارس يتعلم مم. فيها ويعملها وي 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 ولذلك الشيخ الفضالي بعد كده كان يمسك الصفحه دي ويعلمها للولاد اللي بيسوقوا الحمير فبيقول لك فصار الحمارون من المنيل الى, الى الازهر من علماء الكلام لا لا عشان الشيخ الفضالي ما كانش ياخد الوقت ده في الانتقال من بيته في المنيل الى الازهر الشريف والا ويعلم الولد اللي معاه آه. ويعلمها له بطريقه وهو يعني ليس من طلبه العلم ولا من العلماء ولا كده لكن مبسط يخلي الحمار ده يبقى عارف يفهمها يفهم. اه ويضربه ويقول امثال آه. ويعمل وكذا لغايه ما تدخل في مخه ويفهمها ويبدا يتكلم مع زميله فيها فيفهموا بعض فكله ده كان من بركات الشيخ أحمد دردير يبقى أبو البركات لأنه كان صاحب تقوى ولأنه كان صاحب ذكر وتلاوة ولأنه كان صاحب طريقة ولأنه كان عالم يدعو لكل هذا الخير. مرة سلطان المغرب أرسل هدية له باعتبار أنه هو شيخ المالكية والمغرب مالكي مظبوط وبعدين ابن السلطان جاي من الحج. جاي من الحج. وهو جاي من الحج نفدت امواله. ده ابن السلطان هيعمل ايه يعني هيروح يشحت من مين ولا ياخد من مين ولا يستلف من مين؟ فسمع الشيخ الدردير بذلك قال هو اولى بهديه ابيه وراح جاب الهديه اللي هي جايه بأموالها بأحوالها بكذا وعطاها لإبن السلطان. ابن السلطان فك الأزمة بتاعته ولما رجع إلى أبيه حكى له موقف الشيخ الدردير الذي أنقذه وأنقذ الحاشية التي كانت معه. فما كان من السلطان إلا أن أرسل للشيخ الدردير. عشرة أمثال تلك الهدية يعني هو ترك الهدية خالصة لوجه الله مش عايزة بعد ما دخلت في ملكه أعطاها لابن السلطان وفك بها اسمته أو في فالسلطان جزاء لهذا في المغرب أرسل له عشر أضعاف يعني إذا كان بيرسله مثلا عشر أرسل له مئة ألف فهكذا كانت حياتهم وهكذا كانت بركتهم وهكذا كان تاثيرهم في الجمهور الذي الل حولهم، لم يتركوا ابدا مظلوما ولم يتركوا ابدا آه يعني آه من يحتاج مثلاً يعني. الى ممكن. الغوث ولم يغيثوه. ممكن. طب ليه مثلا موقف يحكى عنه ان كان عند الوالي ففي مأدبه غداء محطوطه فرفض انه ياكل من مال حرام؟ وبعد كده اعطاهم الدليل يعني من على المائده هذا حدث انه كان لا يحب ان يدخل الى المماليك ولكن ارغموه او يعني احرجوه فحضر وبنيته انه لا ياكل علشان ما يدخلش جوفه حاجه فيها شبه لان المماليك دول اللي بيدخلوا البيوت واللي بينزلوا الناس في الاسواق وياخدوا حاجتهم ما هو ده حرام. صحيح. الاغتصاب حرام والسرقه حرام والحاجه دي كلها حرام. فيبقى كيف ياكل انه قد ياكل حراما؟ فيتنزه عن هذا فلما حضر الاكل ما مدش ايده. فقال له أنت ما بتمدش ايديك ليه؟ لانه الحاجات دي كانت جارحه. يعني ما هياش بتمشي كده. بسهوله فقال له انت تعلم انني لا اكل الحرام على طول كده فالمواقف اللي زي دي كانت بتعلو من شاني عنده هم <applause> نفسهم يقولوا الله ما هو احنا الغلطانين ويبتدي يقع هذا الفعل مش موقف التحدي او موقف الـ 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 الصدام ده بيبتدي يقع في قلبه طريقه للتوبه اذا نستطيع ان نقول ان مشروع الشيخ الدردير كان مبني على العلم كان مبني على نقل التراث وحفظه كان مبني على العدل يعني العدل هنا كان من مشاريع احمد الدردير أنا شكر لفضلتك فضل العالم الجليل الأستاذ دكتور علي جمعة أهلا وسهلا شكرا لحضرتك شكرا موصول لحضرتك إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة ادعاء المرض دائما خوفا من الحسد وهذا نوع من الكذب ادعاء المرض طوال الوقت خوفا من الحسد والعين هو نوع من انواع البهتان ففيما اخرجه مالك في الموطا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل ايكذب المؤمن قال لا فالكذب منهي عنه في كل مواضعه وبكل انواعه فيجب عليك ان تتبرا من كل انواع الكذب وان تنزه لسانك عن ذلك اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا نسالك راحه البال في العمل وفي الحياه اللهم يا ربنا اجمعنا على الخير في الدنيا والاخره اللهم امين